ينضم إلينا حاليا عبر الهاتف معالي سعيد الطائر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. بداية نعزيك ونعزي شعب الإمارات بوفاة المغفول له الشيخ حمدان بن راشد، ماذا تقول في هذا اليوم الذي نودع فيه واحدا من رجالة الوطن؟ بقلوب صادقة وبقضاء الله وقدره نعزي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعوب الدول العربية والإسلامية برحيل رجل الإنسانية والخير والعطاء الغير محدود. فقد عرفت المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد عن قرب، ولمست في إنسانيته وأيديه البيضاء التي امتدت بالخير والعطف على الجميع بأبوة صادقة. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله وأنجال الفقيد وآل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. يشهد الجميع لجهود طيب الله ثراه في سبيل رفعة الوطن وإعلاء راياته، وله مبادرات رائدة وبصمات واضحة في العديد من المجالات، أبرزها المالية والطاقة والصحة والتعليم وبناء الأجيال ودعم المواهب الإماراتية الشابة. كان لي الشرف بالعمل تحت قيادة الفقيد في العديد من المؤسسات في مجالات عديدة، بجانب قطاع الكهرباء والماء، قطاع النفط والغاز والطاقة والصناعة، حيث حرص المغفور له في بناء شركات صناعية كبرى مثل دمج شركتي دوبال وإيمال لينتج هنا عملاق صناعة الألمنيوم في العالم، شركة الإمارات العربية العالمية للألمنيوم. وأتذكر حقيقة توجيهاته في بداية الدمج والمباحثات التي تمت بين حكومة دبي وحكومة أبوظبي، فكان دائما يطمح أن يتم هذا المشروع بأسرع وقت ممكن. عز الله مقامك. وكان له طيب الله تراه رؤية ثاقبة أسهمت في تطوير البنية التحتية في دبي من موقعه كرئيس هيئة كهرباء ومياه دبي. حقيقة يعني محطات اللي تم افتتاحها في عهده كانت محطات كبيرة، يعني محطة العوير ومحطة جبل علي والمحطات الكبرى اللي هي في جبل علي، وكان دائما يتابع أعمال إنشاء هذه المشاريع الكبرى. حقيقة طبعا نستذكر دائما المبادئ السامية والقيم الأصيلة والمآثر الحميدة التي قرزها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحقيقا الاستقرار النفسي والعائلي والاجتماعي يعني لموظفي هيئة كهرباء مياه دبي. يعني وجوده دائما في طبعا الأعراس وخاصة العرس الجماعي للشباب المواطن ودعمهم يعني اللامحدود، سواء من الموظفين وحتى من خارج من دعم الشباب، يعني حتى من خارج الهيئة. الله يرحمه المغفور له الشيخ حمدان اهتم اهتمام كبير بالتعليم، كانت له بصمات مميزة حقيقة في تعزيز توطين وإعداد جيل متعلم يواكب الحكومة وفكر المستقبل من خلال إنشاء جائزة حمدان بن راشد لدى التعليم المتميز. ومؤخرا حقيقة يعني قبل شهر ونصف تقريبا كرم المغفور له طلاب الدفعة الأولى للهيئة ضمن ماجستير أنظمة وتقنيات المستقبل بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي. و
أطلق المغفور له مجمع هيئة كهرباء مياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي الذي يعد صرحا تربويا ومهنيا متطورا لتوطين قطاع الطاقة في الدولة. رحم الله الفقيد الغالي أحد الرموز الوطنية الكبرى الذي سنظل نستذكر سيرته العطرة طويلة. وشكرا لكم. معاليك الحدث اليوم جلل الإمارات والإماراتيين برحيل الشيخ حمدان بن راشد، عملتم عن قرب لسنوات طويلة مع المغفول له بإذن الله، ما هو حجم ما فقدناه اليوم؟ طال عمرك الحجم كبير حقيقة. يعني أنا عملت معاه في طبعا قطاع الكهرباء، وتعرف اليوم الكهرباء من مهمة جدا، والمياه كان يتابع دائما مشاريع الكهرباء ومشاريع المياه. عملت معه في مؤسسة إنوك، وكان يتابع كذلك كل المشاريع. عملت معه كذلك في دراغون أويل ومشاريعنا في العراق ومصر وتركمستان، كان دائما يتابع هالمشاريع. ودائما يعني نرجع إليه لتوجيهاته، خصوصا أنت عارف أنت مشاريع خارج الدولة وفي هناك نحتاج إلى توجيهات وتدخل سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الله يغفر له ويرحمه، فكان دائما موجه، دائما حكيما في 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 آرائه. استفدنا منه استفادة كبيرة حقيقة، ونجاح هاي المشاريع بسبب وجود عن قرب، يعني وهذا مهم جدا خصوصا في المشاريع اللي تحتاج الى دعم من سوى موضوع. فكذلك في مجال الالمنيوم، تعرف انه هو من هو اللي اسس اعتقد انا شركه دوبال، شركه ناجحه حقيقه يعني، ولكن طموحاته كانت كبيره. كان الله يرحمه يريد كيان كبير في لدولة الإمارات، فكان توجهه اللي يعني صنع في الإمارات، فعمل على نجاح هذا الكيان. وحقيقة يعني شركة الإيمال اليوم تعد الرابعة عالميا في مجال صناعة الألمنيوم. فالحمد لله بفضل توجيهاته يعني خلق كذلك شباب يقدرون يقودون دفة القيادة في الصناعة يعني. وتعتبر اليوم مثل ما ذكرت أنا إيمال لها بصمة عالمية في مجال إنتاج الألمنيوم. في العديد حقيقة في يعني البنية التحتية توجيهاته كانت واضحة. تعرف اليوم حكم أنه رئيس البلدية، فيعني وخاصة يعني التنسيق مع قطاع الخدمات، فكانت دائما نرجع له ونسمع لي يعني نصائحه بحيث أن نسرع وتيرة النمو لدبي. نعم. معاليك المغفول له بإذن الله الشيخ حمدان بهيئة كهرباء ومياه دبي، طبعا اللي ما وصلت إليه اليوم قد أصبحت من أكبر وأنجح المؤسسات في المنطقة والعالم. المغفول له كان يحمل طبعا هم الوطن والأمة، ويفكر طبعا في دبي والإمارات والمنطقة، وامتد طبعا أياديه البيضاء إلى المشرق والمغرب. ما الذي تستذكرونه من كلمات ومواقف للشيخ الراحل من خلال تواجدكم معه؟ والله دائما الشيخ يعني تعرف انت هناك يعني توجيهات خصوصا في مجال العمل وفي مجال حتى الناحية الإنسانية، فدائما مجال العمل طبعا دائما هو يتابع المشاريع مثل ما قلت يعني عن قرب، ويعطينا توجيهاته. يعني شوف دبي نمت في فترة من الفترات، أعتقد أنا في عملية في سنة 2005 تقريبا وصلنا أكبر
دولة فيها نمو في قطاع الطاقة يعني وصل تقريبا 15%. فدعم سمو الشيخ حمدان ودعم سمو صاحب السمو الشيخ محمد وصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد أدى إلى نجاحنا في دائما أن الكهرباء اليوم في دبي كهرباء قوية لها فائض من إنتاج الطاقة وإنتاج الكهرباء لخمس سنوات قادمة، وهذا بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط السليم وخاصة في قطاع الطاقة. تعرف أنت قطاع الطاقة قطاع مهم، لو كان قطاع الطاقة قطاع ضعيف كانت هناك بتكون عندك هناك مشاكل، ولكن توجيهات السيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والمرحوم الشيخ حمدان قدرنا أن يكون عندنا فائض وتخطيط ننظر للمستقبل، لأن إنشاء محطة أقل شيء 4 سنوات تحتاج، لو حدث فيها تأخير ممكن يكون عندك إشكالية. دائما دبي الحمد لله الكهرباء والماء يعني من المشاريع الناجحة فيها، ولها تقريبا احتياطي كبير يعني احتياطي متوفر، فكان دائما هو يتأكد أنه ما في هناك نقص في الطاقة. طبعا هذا من أهم المواضيع، لأن إذا نقصت الطاقة تنقص كل الخدمات. فأعتقد أنا توجيهاته بأن يكون هناك تخطيط مسبق، تخطيط سليم، نعم، ويكون هناك استدامة في خدمات الطاقة والكهرباء وتوفريتها. طبعا هذه من الأشياء المهمة يعني اليوم تصور أنت ما في كهرباء تكون عندك مشاكل في المستشفيات، مشاكل في البنى التحتية، يعني بدل ما تتقدم خطوتين تأخر 10 خطوات. فأعتقد أنا الاستدامة كانت محل دائما تفكيره والتخطيط المستقبلي، وهذا دائما القادة طبعا في العالم يهتمون بالتخطيط، لأن التخطيط أهم يعني ركن من أركان العمل في البنى التحتية. نعم معاليك، المغفور له كان له دور كبير في نجاح دبي في جميع المجالات. نبتعد قليلا عن الأمور التي حدثت في المجال الإعلامي والكل ربما يعلم عنها وإنجازاته، ولكن ما هي القصص التي تدار دائما في مجلس الشيخ حمدان بن راشد، وما هو همه وما هو الذي يفكر فيه دائما من خلال تواجدكم في هذا المجلس الذي كان دائما عامرا بوجودكم وبالمسؤولين وأيضا بتواجد الشعب يستمع لهم، ما هي القصص؟ والله قصص كثيرة صراحة يعني اليوم في مجلس الشيخ حمدان يعني يتواجد العديد يعني من المجتمع، يعني سواء من البدو، من الحضر، من فتعرف الشيخ حمدان دائما بعد يعني يحرص أن يسمع لأراء المواطنين، ويعني وهي مهم أعتقد أنا. فالمواطنين متواجدين دائما يعني عند الشيوخ، حتى عند الشيخ محمد متواجدين، يعني الشيخ حمدان بن محمد متواجدين المواطنين. ولكن طبعا تذكرني يعني قبل التسعينات، حتى من التسعينات أو الوقت اللي عملت فيه أنا في شركة كهرباء مياه دبي، كان المجلس كنا بعد المغرب، طبعا ما نقدر نجي بعد يعني يلا نوصل للعصر ونرجع، يعني حتى المكاتبنا، ولكن بعد المغرب نحضر مجلس الشيخ حمدان، مجلس عامر حقيقة يعمل على مساعدة الكل وليس فقط المواطنين، أياديه بيضاء حتى خارج الدولة، يعني دول كثيرة الشيخ حمدان يساعدهم، وحتى أعتقد مساعدة داخل الدولة الشيخ حمدان يساعد يعني العوائل الفقيرة أو سواء مواطنة أو غير مواطنة، أياديه وأعمال الإنسانية كبيرة حقيقة. أنا ما أقدر، يمكن في ناس قريبين منه في الناحية يعني الجمعيات الخيرية مسؤولين عن، يمكن يعرفون أرقام أكثر اللي أنا عارفها، بس أنا أشوف دائما
أن الله يرحمه الشيخ حمدان كان يساعد الزوار مجلسه باستمرار حقيقة. نعم معليك، طبعا قيادتنا وشيوخنا دائما ينظرون للمستقبل. لو تحدثنا عن مناقب الفقيد وقد طبعا تعاملت معه عن قرب، كيف كان ينظر لمستقبل الأجيال؟ كيف كان اهتمامه بالموهوبين بالعلم الصحابي؟ نعم. كانت طبعا هناك ضمن مهمه وإنجازاته أن يصل لهم بالكثير من الإنجازات، وأيضا لكي يتم إدخالهم في كثير من المؤسسات المرموقة. كيف تنظر لهذه النقطة؟ والله شوف الشيخ حمدان، أعطيك مثال، مثلا هيئة كهرباء مياه دبي دعمه للأكاديمية، طبعا نحن كان عندنا نقص في التعليم المهني. التعليم المهني اليوم في يمكن في دول الخليج يعني ما بتحصل فنيين خليجيين، يمكن البحرين يمكن وعمان يمكن من أفضل الدول وظائف الدنيا. تعرف اليوم يعني في بعض المواطنين يقول لك لا أنا بشتغل ما أحب أشتغل عمل فني. فنحن في الهيئة فعندنا تجارب سابقة من الاتصالات، تجربة اتصالات الوظائف الفنية ما نجحت حقيقة بسبب أن الطالب يتخرج من الثانوية أو المعهد الفني ويروح وزارة الدفاع أو يروح يشتغل في الجيش. فنحن نبغي فنيين، يعني ما نبغي كلهم مهندسين، يعني الدولة اليوم كلها مهندسين، لكن تحتاج أنت إلى وظائف، الوظائف الدنيا. فالشيخ حمدان لما عرضنا عليه فكرة الـ نشجع كيف نجذب المواطنين، فيبنى من أفضل طبعا البرامج اللي هي برامج البيتك اللي هو نموذج البريطاني، وهذا برنامج ناجح عالمي حقيقة. وكيف نقدر نستقطب المواطنين وندرسهم بحيث أن يتخرجون فنيين، والمتميزين منهم عرضنا عليه أن المتميزين ممكن كافئهم وطبعا نبعثهم للدراسات العليا لدراسة سواء البكالوريوس ومن ثم الماجستير. وفعلا في منهم كانوا يعني انخرط الجزء الكبير منهم في أعمال الهيئة من يعني من أعمال فنية، واللي حب أن يستمر يعني كانت له بعثات سواء في داخل الدولة أو خارج الدولة، وفي منهم استمروا حتى للماجستير خصوصا بالتعاون مثل ما ذكرت مع جامعة كاليفورنيا بيركلي دراسة أنظمة وتقنيات المستقبل. طبعا شيخ حمدان نحن عرفنا شو المشكلة، مشكلة في الراتب حقيقة، ليش هذا ما يكون هناك توجه فني؟ عندنا الكفاءات ولكن يجب أن نحسن الراتب، وطبعا حسننا راتب الخريج من البيتك أو التعليم الفني بحيث أن نقدر نستقطب سواء نبغي بالنسبة للكفاءات يستمرون في العمل في الهيئة، أو نستقطب كذلك طلبة جداد للوظائف الدنيا. فأعتقد المشكلة هاي حلت في هيئة كهرباء مياه دبي، فاليوم كل سنة عندنا تقريبا خريج في حدود 100 خريج، وهذا بيحلنا يعني توطين الوظائف يعني، وبيسرع من وتيرة توطين الوظائف. نعم طبعا معليك، نحن نستغل الوقت هذا بما أنك من الناس اللي كانوا قريبين من أيضا الشيخ حمدان رحمه الله، يعني تحدثنا عن رؤيته للمستقبل، تحدثنا بوجوده أيضا في الطاقة والبلدية، خلي نتكلم قليلا عن حياته. نعم يعني أنا اللي حياته بسيطة جدا، حياة الشيخ حمدان بسيطة، يعني اللي يحضر مجلس الشيخ حمدان يعرف أن حياة الشيخ حمدان بسيطة يعني، وخاصة يعني الـ الأخوان اللي دائما بجنبه والحضور حقيقة يعني أي وقت أنت تقدر تقابل الشيخ حمدان يعني. وكذلك في ساعة
سواء يعني المجلس، سواء زيارات للعوائل، أو سواء لحضور حفلات الأعراس، يعني أقدر أقول اجتماعي قريب من الشعب. نعم، معالي سعيد الطاير العضو المنتدب رئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شكرا جزيلا لك وعلى هذه الكلمات الطيبة للمغفول له الشيخ حمدان بن راشد.